لو الحكاية فيها إن فيدي. عايزين نعرف من حضرتك يعني إيه دور فالكون في جامعة حلوان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله طبعا دور فالكون في حلوان تأمين طبعا الطلبة ده في المقام الأول، إن شاء الله ما تبقاش فيه أي احتكاكات أو أي أمور مش كويسة تحصل من أي حد خارجي أو من أي حد داخلي. اي شخص يا فندم، مهمكم الاولانيه الاولى تامين الابواب والاسوار الجامعه من دخول اي مواد مخالفه او مثلا مواد مخالفه او اشخاص غير مرغوب فيها او اشخاص مش موجوده بالجامعه. تمام، من الاساس. طب ايه بقى اليه التصدي يعني للعنف مثلا المحتمل من طلاب جامعه الاخوان الارهابيه، او ازاي دخول حاجه مخالفه او بتاع غير التفتيش؟ يعني في مثلا بوابات الكترونيه هتتركب؟ في طبعا بوابات الكترونيه هتتركب وفيها اجهزه للكشف عن المعادن وعن الاسلحه وعن اي حاجه خارجه عن القانون او الكلام ده. طب بالنسبه لكاميرات المراقبه، في كاميرات المراقبه هتتركب على الكليه فيديو؟